وراء هذه الأبواب الموصدة واحد من أهم المؤتمرات الطارئة عبر التاريخ لحل أزمة الخبز والقبح في العالم. ننتقل معكم إلى المؤتمر، كنت معكم أنا المراسل خالد خرطيشي. لقد وصلنا إلى مرحلة خطيرة في أزمة الخبز عالميا. يجب أن يكون عملنا على جبهتين، الاقتصادية والسياسية لإنهاء الحرب. لابد لنا من الإسراع في وضع خطة عمل واضحة للأشهر القادمة. أولا أحييكم تحية عاطرة محملة بالحب ورباطة الجيش بالوئام والحزم. قبل البدء بحل المشكلة دعونا نعرف ما هي المشكلة، ولنعرف المشكلة يجب أن نعرف الخبز. ما هو الخبز؟ الخبز والفلافل، الخبز والفول، الخبز وفتة المكدوس، الخبز. الرجاء الالتزام بهدف الاجتماع. يجب لا ننسى مشكلة الاحتباس الحراري التي تهدد المحاصيل أيضا. المشاكل المتراكمة والوضع في غاية الخطورة. هو الفتات، هو التسائي، هو صاروخ الشاورما، هو الفطور بأنواعه، زيت وزعتر ولبنة وجبنة. المشكلة قد تؤدي إلى احتجاجات شعبية كبيرة ومظاهرات في كل مكان. مظاهرات؟ من المظاهرات؟ أنا عندي الحل لموضوع المظاهرات. من المظاهرات؟ أول شيء منقول عليهم مهندسين وإرهابيين، منهجر نصهم ومنعتقل نصهم. والله لخليهم مو ينسوا الخبز بس، والله لا خليهم ينسوا الحليب اللي رضعوه من أمهاتهم. أهلين وسهلين وميت مرحبتين بأحبائي المتابعين والمتابعات. قولوا أحبك كي تزيد وسامتي. قولوا. ببداية شهر يونيو حزيران، المنظمة العالمية للأغذية والزراعة الفاو قالت لي العالم مقبل على مجاعات بكذا دولة، وخاصة بالدول اللي فيها نقص غذائي حاد. الحرب الروسية على أوكرانيا بالإضافة لموجات الحر والجفاف رح تخلي حوالي 50 مليون شخص معرضين لخطر المجاعة الشديدة. الحق على مين؟ روسيا بتتهم الغرب وأوكرانيا وهن بيتهموها بالمقابل. إجا الرئيس السنغالي ماكي سال اللي هو نفسه رئيس الاتحاد الأفريقي، حمل حاله وراح على موسكو. الجماعة بأفريقيا متضررين، مو بس هيك، سوريا ولبنان في حوالي 15 مليون شخص تحت خطر مجاعة شديدة، وباليمن في حوالي 20 مليون، والوضع بالصومال والسودان وموريتانيا مو منيح منوب. في بلدان عربية وضع أحسن بشوي، مع أنها بتعتمد على القمح اللي بيجي من روسيا وأوكرانيا مثل مصر وليبيا، بس الأوضاع بشكل عام ما بتسر الخاطر يا سعاد. ليش نحن ما بنزرع قمحاتنا بإيدنا؟ وين الشعب ما يتحرك؟ وين الرؤساء ما يعملوا مثل الرئيس السنغالي؟ وليا جهبة زاد القمح يعني خبزاتنا؟ والله معكم حق، نحن الخبز عنا ذو أهمية بالغة، هذا الشيء معروف يعني، وعلاقتنا معه علاقة قديمة جدا، بل أكثر من ذلك، يقال إنه الخبز بلش من عنا، عن جد بلش من عنا، مو إنه يعني إنه نحن كل شيء بلش من عنا، لا الخبز عن جد بلش من عنا، وأقدم الدلائل التاريخية بحسب الباحثين ترجع لأكثر من 14 ألف سنة من منطقة حرة بلاد الشام، اللي هي منطقة ممتدة من جنوب بلاد الشام وحتى منطقة الجوف في السعودية، وقتها صارت زراعة القمح والشعير وصناعة الخبز دليل على دخول البشرية إلى عصر حضاري جديد. بمصر الفرعونية كان طعم الخبز مختلف، صحيح أنا ما دقته، بس منلاقي الخبز والعجائن متواجدين بكثرة بالرموز والآثار والرسوم الفرعونية القديمة. وبشمال بحر المتوسط باليونان وروما القديمة كمان الخبز كان مهم كتير، أهم مما تعتقدون، مأثر على اللغة. على اللغة يا جهبة، شايفين كلمة كومباني؟ ما هي الاختصاره بيصير كذا أنت كو، الجهبذ أنت كو. ما هي إذا من مرأة تحت الأشعة فوق الجهبذية منلاقي إنه أصلا جاءت من كلمة كومبانيون يعني الصاحب أو الزوجة، كومبانيو زوجة. وين الخبز؟ وين الصبر؟ روي علي حمادة. إذا منرجع الأصل باللاتيني منلاقي جاي من كلمتي كومبانيس يعني الشخص الذي تشاطره الخبز، مثل الزوجة أو الصديق وما إلى ذلك، يعني بالعربي فصيح الشخص اللي في بينك وبينه خبز بس بلا ملح. شلوني معكم قصف جبهات بوم، اهدأ قليلا بوم. وعند العرب الطحين والدقيق والخبز شغلة كتير كبيرة. بأيام الجاهلية الأولى القبيلة اللي كان عندها طحين وخبز تكون قبيلة إيلون ماسك، أمورها كتير بخير. كان فيهم يعملوا طبق الثريد، أهم الأطباق العربية القديمة، طبعا قبل ما يخترعوا الحراق أصبعه. بتعرف الحراق أصبعه أنت؟ لازم تسأل عنه أكتر من هيك، يعني يكون في عندك شوية إرادة شوية جهد بس أيمن. الثريد هذا هو عبارة عن خبز مفتت ومسقى بمرقة لحمة، أما لما يصير في مجاعة وجفاف فما كانوا ياكلوا ثريد، كانوا ياكلوا شغلة اسمها الهبيد، اللي هي عبارة عن عصيدة بيروحوا بيجيبوها من بذور موجودة بنبات الحنظل المشهور بمراره، مرك الحنظل. بنشفوا البذور، بعدين بنقعوها بالمي لأيام، بعدين بيعملوا منها عصيدة وبيعملوا منها بقى ما يؤكل، صحتين وعوافي لست الكل. مشان هيك الرجل اللي كان يضيف الثريد لضيوفه كان يعتبر من أكابر القوم، الناس المهمين يعني الأغنياء. ولسه إذا مندور بالتاريخ منلاقي شغلات كتير مهمة ما كنا متوقعين نلاقيها يا حمادة بالتاريخ. مثلا شو رأيكم إنه ورد بالأثر إنه هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمه بالأساس عمرو؟ شو يعني؟ ويحك
حمادة ويحك، بصلتك محروقة اليوم على مهلك. عمر لقب بهاشم لأنه كان أول من جلب الثريد إلى مكة وهشم الثريد، فتته وأطعم الناس، حيث يقول الشاعر: عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي. كل هالحكي يا حمادة لحتى نعرف الأهمية الجوهرية للخبز والقمح بمجتمعاتنا، بل أنه عبر العصور كان لرغيف الخبز وسعره دور سياسي واجتماعي هام جدا جدا جدا، لأنه ارتفاع سعر الخبز بسبب الحروب أو الأوبئة أو المشاكل الاقتصادية أو الجفاف بيؤدي لاضطرابات سياسية واجتماعية مهمة وكبيرة، وهذا الشيء مثبت وموجود تاريخيا. مثلا بالعصر المملوكي أو العصر العثماني حتى صار في اضطرابات واحتجاجات بسبب الخبز. بتقول لحالك الحياة كانت صعبة بهديك الأيام، لا في برادات ولا في سوبر ماركت تروح لعنده إمتى ما بدك تشتري ربطة خبز وتجي، ما كان معها مصاري الناس أصلا. الدول هلأ عم تحارب المدانة، مزبوط، بس مو عنا. احنا لسه ما طلعنا من الكورونا والخسارة بالأرواح والاقتصاد والسياحة، اجتنا حرب روسيا على أوكرانيا والمشاكل يلي عملتها. حوالي ثلث الإنتاج العالمي من القمح بينجو هالبلدين مجتمعين، ودولنا مو لاقيانة. مصر والأردن وتونس ماشيين بصعوبة، وفي دول أصلا عم تعاني من أزمات سياسية كارثية مثل سوريا ولبنان والعراق. الروس بيقولوا نحن جاهزين نبعت البواخر المحملة بالقمح، بس قولوا للأوكرانيين يقيموا الألغام البحرية المحيطة بميناء أوديسا بأوكرانيا. بينفجروا أسطولنا، نحن شو نعمل؟ شو نعمل بحالنا؟ الأوكران بيقولوا ها لعبوا غيرها، إذا أمنا هدول الألغام الأسطول الروسي بيحاصنا وبتضيع منا المدينة. ما أصلاً كل الحق على هذا الأسطول الروسي نفسه، مسيطر على البحر الأسود ومسكر الأمور ومانع 25 مليون طن قمح يطلعوا من الموانئ الأوكرانية للعالم وينقذوا العالم، ولسه هذا الرقم مرشح ليتضاعف 3 مرات بفترة الخريف وقت الحصاد. وفوق هذا المصادر الأوكرانية عم تقلك إنه الروس عم يقصفوا حقول القمح أصلاً، ومن كم أسبوع قصفوا تاني أكبر عنبر لتخزين الحبوب بأوكرانيا وضيعوا منه أطنان احترقت. والأسوأ من هيك إنه المصادر الأوكرانية عم تتهم الروس بسرقة القمح الأوكراني، والمصادر الأمريكية والبريطانية عم تدعم الرواية الأوكرانية وعم تقول إنه من بداية الحرب الروس سرقوا 500,000 طن من القمح الأوكراني، وإنه هالحبوب عم تتهرب بالبواخر من شبه جزيرة القرم وتروح على ميناء اللاذقية السوري، ومن هنيك عم تنباع بالسعر العالمي للقمح يلي عم يرتفع شوي شوي. الأمن الغذائي بخطر يا حمادة، ما بخفيكن، وأول مين رح ياكلها هي دولنا للأسف. المجاعات على الأبواب، بلدانا بتعتمد بشكل كبير على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا. بحسب آخر تحديث لمنظمة الفاو سنة 2021 بتقول إنه تركيا والصومال بيعتمدوا بنسبة 80% على القمح الروسي والأوكراني. مصر اللي بتعتبر أكبر مستورد القمح بالعالم ومع باكستان ولبنان بيعتمدوا بأكثر من 70% من حاجتهم للقمح على روسيا وأوكرانيا، وليبيا والسعودية وموريتانيا على أكثر من 50%. بس يلا بكرة بتخلص الحرب إن شاء الله وكل شيء بيتحسن مع الوقت يا جابز، لا تكون متشائم. للأسف حمادة وسعاد المشكلة أعمق من ذلك بكثير. صحيح الحروب والأوبئة اللي بتسبب مجاعات هي مشاكل كلاسيكية للبشرية بتفوت فيها منذ آلاف السنين، إلا أنه نحن هلأ كبشرية عنا مشكلة خلج موديل القرن 21، مشكلة حديثة جدا. شكيتك لله يا جهباز، كل ما بقول لحالي خلصوا المشاكل بتفوت على المستودع بتجيب لي مشكلة جديدة. سيري مشاكل عندك؟ سيري مصائب وكوارث؟ حمادي أهلين وسهلين، شرفت محلك الصغير يعني بالنهاية، بس المشكلة الجديدة بصراحة أنت فيك تحكي لي عنها، ما بدأ لا تاريخ ولا أرشيف ولا أبحاث ولا شيء. تذكر شهر أيار مايو الماضي؟ هذا اللي مرق من فترة، تذكره؟ تذكر الحرارة قديش كانت مرتفعة فيه؟ درجات الحرارة تم تسجيلها عالية جداً. وكما يقول الفنانان شيرين وتامر حسني: لو كنت نسيت أفكرك حمادة. وصلت درجات الحرارة بشهر مايو الماضي بمصر ل46 درجة مئوية، بتونس وصلت ل40، بالهند وصلت ل45، والباكستان ل51، أما في إسبانيا فوصلت ل40 مع موجة جفاف كبيرة كتير. حتى بفرنسا ارتفعت درجات الحرارة إلى درجة عالية جدا. شو إيه شهر 5؟ يعني المفروض نحن في الربيع والعصافير تزغزغ والزهور المتفتحة والنسمات العليلة المنعشة، ربيع. أما تقلي ربيع والحرارة فيه بالأربعينات على بكثير من معدلاتها، وبالتالي يجب أن نضق ناقوس الخطر، وموجات الجفاف عم تجي تضرب بلدان أغلبها بيعتمد بشكل مباشر على القمح، إن كان بالزراعة المحلية مثل الهند أو بالاستيراد والتصدير مثل فرنسا ومصر وتونس وغيرهم، وبالتالي إنتاج القمح مهدد. وبالتالي تانية كل بلد بيصير بيقلك أنا رح خبي قمحاتي وأنا من بعد الطوفان ما عاد صدير. وبالتالي إذا انحلت مشكلة الحرب رح تضل مشكلة القمح موجودة يا حمادة، ممكن نعاني منها بشكل كبير. حرب وباء ومشاكل سياسية واقتصادية عالمية وتصحر واحتباس حراري، كيف بدنا نحل كل هالمشاكل يا جهباذ؟ بصعوبة. الحلول موجودة يا سعاد، مثلا موضوع الجفاف فينا نستثمر أكثر بالبنية التحتية الزراعية، بصير نستخدم أكثر الري بالتنقيط، في أبحاث طورت مادة طبيعية بتخلي نباتات مثل القمح والصويا والذرة تسكر مساماتها أكثر وقت فترة الجفاف، والجذور تبع
الرتبة بتصير تنزل لتحت أكتر لحتى تجيب مي بقلب الأرض. معقول في أكتر؟ في أكتر. جامعة فلوريدا الأمريكية راحوا طلعوا على القمر، على القمر، جابوا حفنة من التراب تبع القمر وزرعوا فيها نباتات، وقعدوا يشوفوا ردة فعل النباتات على هذا التراب القمري، شو رح يصير فيها؟ عم لقوا نتائج مبهرة، عم بتقولوا النتائج الأولية إنه ممكن نطور سلالات من النباتات مقاومة أكثر للجفاف. دول عم تطلع على القمر لتحل مشاكلها. للقمر يا جابث. للقمر حمادة. هلا صحيح نحن والقمر جيران، بس هي شي وهي شي. نحن أمن الغذائي تبع الناس، تأمين حاجاتهم مو أولوية عند حكوماتنا. ما بننكر في بعض الحكومات عم بتراقب الأسعار وعم تراقب الإنتاج على المدى القصير، بس المشكلة لازم تنحل على المدى الطويل. وإذا ما اشتغلوا على هذا الموضوع بالمستقبل الأمور مو مبشرة بالخير أبدا، لأنه الجفاف وارتفاع درجات الحرارة شيء مستمر، شيء عم يزيد كل سنة. المشاكل رح تستمر وتتفاقم، وممكن يجي معها مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية. وهالدرس نفسه عاد عدة مرات بعدة دول عربية. كيف؟ إيه يا حمادة، لطالما سالت الدماء وحصلت الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الخبز في عدة دول عربية. بالسبعينات والثمانينات الحكومتين المصرية والتونسية رفعوا الدعم عن الخبز فارتفعت أسعاره لأسباب اقتصادية وتغيرات اقتصادية كانت عم تصير باقتصاد دول البلدين. أم شو صار؟ الشعب ما قدر يتحمل وطلعت بقى انتفاضات الخبز وصارت مظاهرات واضطرابات وأعمال شغب. كانت البداية بمصر سنة 1977 لما ضغط البنك الدولي على السادات لحتى يقلل دعم المواد الغذائية. وقتها اندلعت مظاهرات واستمرت يومين وراح ضحيتها المئات. الرئيس مبارك لاحقا فهم الدرس وكان أكثر حذرا، وفعلا استمر الدعم وظل الوضع هادئ لسنين طويلة. وسنة 2008 ارتفعت أسعار القمح عالميا ورد صار في أعمال شغب على طوابير الخبز المدعوم بمصر. أم مباشرة تدخلت الحكومة المصرية وزادت الدعم للخبز، أم هديت الأمور. بس بأواخر سنة 2010 ما عادت قدرت حكومة مبارك تواكب ارتفاع أسعار القمح وتضل تزيد الدعم، لأنه بالأساس الدعم كان أخذ حصة كبيرة من الميزانية المصرية. فارتفعت أسعار الحبوب 30% بالأشهر القليلة التي سبقت ثورة 25 يناير سنة 2011 في مصر. وبسوريا قبل الثورة يعني بين عامي 2006 و 2009 ضربت موجات من الجفاف والحر مواسم الحبوب والقمح، فتحولت حقول القمح لصحاري جرداء. واللي زاد الطين بلة إنه الحكومة وقفت المازوت المدعوم للفلاحين اللي كانوا بحاجته كتير لحتى يسقوا هاي الحقول، وهالشي أدى لنزوح حوالي 1,000,000 شخص من المنطقة الشرقية بسوريا باتجاه أحياء عشوائية وخيم بأطراف المدن الكبرى مثل حمص ودمشق وحلب. وكمان ارتفعت أسعار القمح والحبوب بسوريا ورجعت سوريا دولة مستوردة للقمح. شو يعني هالحكي؟ جزء كبير من الباحثين بيقولوا إنه ارتفاع أسعار القمح بالأزمة العالمية تبع سنة 2008 كان له أثر كبير باندلاع ثورات الربيع العربي اللي صارت سنة 2011. فهل برأيك يا حمادة حكوماتنا رح تتعلم الدرس؟ المراقبين عم بيقولوا إنه تدخل الاتحاد الأفريقي بأزمة الخبز، هذا التدخل اللي حكينا عليه بأول حلقة، هو منعطف تاريخي. لأول مرة الاتحاد الأفريقي عم يلعب دور وساطة دولية لحتى يحل مشكلة الغذاء بالعالم، وعم يفكروا بشكل استراتيجي بالأمن الغذائي لأفريقيا وبمخزون القمح الموجود عندهم، وعم تمارس ضغط ناعم على أطراف الأزمة لحتى يلاقوا حل. طيب وين الجامعة العربية؟ بشو مهتمين العرب؟ معقول نفيق بيوم ما نلاقي خبز ونرجع نعمل هبيد تبع الحنظل؟ صحيح يمكن ما يصير هذا الشيء، بس الوضع حاليا حنظلي مرار طافح. شو رأيكم انتو؟ جاوبونا على هذا السؤال بالتعليقات، وسحبيتوا الحلقة اعطونا لايك اعجاب وشاركوا الحلقة بين اصدقائكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. شوفوا الحلقات السابقة وانتظروا الحلقات القادمة. الى اللقاء.